مرحبا، كل جلسة أحاول أسترجع بعض المواضيع القديمة، وبالإضافة إلى هذا أعلمكم شيء جديد. خلينا نبدأ بهذا الدرس. راح نتعلم شيء بسيط جدا وسهل. إحنا عندنا function مررنا لها string، مررنا لها integer، مررنا لها أكثر من شغلة ك arguments، وأيضا رجعنا string وintegr وboolean وغيرها ك return type. طيب اللي راح نتعامل به هذا الدرس هو عبارة عن الستات ويا الفانكشن. عندنا غرض مستقبلي لهذا الشيء، مو فقط على هدفنا انه الستات. طيب عندنا هذه الليستة بها مجموعة اسامي اصدقاء، نفرض انه اصدقاء على السوشيال ميديا معين. طيب اول شيء عندنا هذه الفانكشن، هذه الفانكشن اسمها get friend details، راح تمرر لها الليستة كبارامتر. اوكي، حتتمرر الليستة اكيد راح تذكر اسم البارامتر او الارجيومنت، وتعطي الداتا تايب لستة من نوع شنو بهذا الشكل. طيب بعدها شنو اللي يرجع لنا؟ راح يرجع لنا فت سترينج. هذا سترينج شنو هو؟ كاتب لكم كومنت عليها مثل ما طلبت من عندكم، وبما ان هي فانكشن صغيره مؤقته نبدا بكومنت اعتيادي، ما اعطيت تفاصيل بي مو كدوكيومنتيشن. طيب هذا الفانكشن ترجع او بها فد شيء معين او سطر برمجي واحد، هذا سطر البرمجي نفسه هو الريتيرن تايب، فأنا أقدر أشيلها وأستخدم مكانها الكومباكت فانكشن اللي تعلمناها أيضا سابقا بهذا الشكل. طيب الآن اللي راح أسويه أقول get friend details وأمررنا my friends، run شوف الأوتبوت. Oh, you have 5 friends. So there is S missing here. طيب تخلصنا من هذه الفانكشن. الآن الفكرة أن بكل سهولة راح تمرر argument من نوع لستة، يعني مو فقط primitive data type اللي تعلمناها integer string or primitive. المهم هذه الطريقة لمرر لست. زين إذا ردنا نسوي function ترجع لنا ليست، خلينا نشيل هذا، خلينا نجيل هذا الفانكشن. كتبت لكم فانكشن صغيرة، الكومنت يوصف بوضوح. عندي مجموعة أصدقاء أريد أطلع قائمة أو مجموعة أصدقاء منهم، أريد أفلترهم، أريد أجيب بس الأصدقاء اللي يبدون بحرف معين. فأنا اللي راح أسوي الآتي، راح أجيب لهم get friend names من هم أصدقائي. أول شيء أمر لهم لستة مع الأصدقاء، وثاني بارامتر الحرف، ركز single quotation، راح أقول للأصدقاء اللي يبدون بحرف الأي. أوكي نشوف اللوجيك اللي سويناه. أول شيء عرفنا لستة جديدة، هذه لستة mutable يعني قابلة للتعديل من strings. محتواها شنو؟ فارغ، ما بيها محتوى. طيب سويت loop من الصفر إلى قائمة الأصدقاء اللي هي هاي list of friends، اللي أنا لما استدعيت الفانكشن هنا أنا أخذ copy من my friends خلاها بال list of friends إلى حجمها. يعني الآن تبغى تأخذ آخر عنصر حيمر عليها عنصر عنصر، حيجي على ال list of friends راح يجي على عنصر بأول مرة، حيجي على علي يأخذ get zero، راح يأخذ أول حرف من عند هذا string يشيك هل هو يساوي لنا حرف ال first character، وال first character هو هنا أنا عبارة عن copy إجاني من هذه الأي، يعني هيشوف أي تساوي أي. إذا تساويها راح يسوي ال filtered list، راح يضيف لها الصديق الحالي أو اسم الصديق الحالي، وبالنهاية راح يرجع هاي اللستة. طيب ال return type هنا أنا شنو؟ عبارة عن list of string. أوكي هذا أول شيء ممكن أسوي. طيب هذا الكود كشكل ممكن أنا مستخدم كاتلين، أنا كاتلين سهل الشغل أكثر. اللي راح أسوي حشيله، أشوف الطريقة الثانية. كل مرة راح أخلي for بأري، يعني كأنه كلمة friend أول مرة حتمثل لي علي مثل ما تعلمنا بالفور سابقا، ثاني مرة تمثل لي أحمد، ثالث مرة أمير، ثالث مرة هيثم، أربع مرة هيثم، والخامسة زيد. إذن كل مرة راح أقول له friend راح تمثل لي واحد، فأخذ لي أول حرف منه، أخذ لي ثاني حرف. ده أسوي لوب على كل عناصر المصفوفة وليس أو الليستة، وليس على كل ليس على الاندكس مالتها مثل المرة السابقة.
ونفس الشيء إذا كان يطابق للشرط راح أضيف هذا الفريند إلى هاي اللستة. طيب هذا إذا نفذ أيضا راح يشتغل صحيح، راح أشيله. خلينا نشوف الكود الأخير. هنا استخدمنا الفور إيتش. الفور إيتش قلت له هذه اللستة مال الأصدقاء اللي هي كوبي من الماي فريند اللي مررتها هنا أنا. مر لي على كل عناصرها. طبعا من نستخدم for each راح تمثل كلمة it العنصر الحالي، وراح أقول له it إذا العنصر الحالي أخذ منه أول character إذا كان يساوي first character ضيفه لقائمة الفلتر friend list، ولما تخلص رجع لي الفلتر friend list. شفتوا الفرق اللي صار؟ شوفون التغييرات اللي صارت؟ هسه لو نفذ هذا الكود شوف الاختصار اللي سويناه وجمال لغة كاتلن. رجع لي علي أمير أحمد. أوكي تعتقدون أنه هو هذا هناك وقف الاختصار؟ لا، كاتلن جدا جدا تختصر الأمور. راح أشيل كل هذا الكود، راح أسوي الآتي. راح أجي الآن أقول له return رجع لي list of a friend dot، راح أقول له filter. زين أوكي، هنا أنا filter لو أشوفها هل هي function؟ شنو هي؟ شنو هذا الشكل؟ أنه أنا كتبت المصفوفة والليستة مالتي وكتبت وراها فلتر، شنو هذا الشيء؟ هذا راح نعرفه بالدروس القادمة، فطبعاً تحتاج تركيز قوي الدروس الجاية. اللي راح أقول هنا أنا أيضاً حستخدم it dot get zero تساوي لي إيش راح تساوي لي؟ الفيرست كاركتر. راح أقول له هذه اللستة مع الأصدقاء فلتر لي إياها، أريدك تبقى منها كل صديق. هاي الات كل مرة راح تمثل صديق كأنه هنا هو دي يسوي لوب عليهن. أخذ أول حرف من عنده إذا يساوي الفيرست كاركتر. أوكي راح أسوي run. أو نفس الناتج طلع بالضبط. زين هسه الفانكشن هذه صارت متكونة من سطر برمجي واحد، إذا أنا أقدر أشيل أو أعدل عليها، أشيل قوس البداية وأشيل قوس النهاية، أشيل كلمة return وأخلي بدل عنها يساوي، وأشيل الـ data type لأن هو أكيد حترجع لي لستة، وممكن أخلي هذه بنفس السطر. شوف الـ function شلون اتغيرت، تسوي لي فلتر ترجع لي فقط الأصدقاء اللي بحرف الـ A. طبعا هنا أنا Alt Enter ممكن اختصرها بالاندكس 0 يعني سترينج اقدر اوصل للكاركترز مكتب هذا الشكل بس فقط بداله جيت. نوصل هذا اسوي ران. طيب اذا هسه احنا الشيء اللي نلاحظه انه احنا سوينا هذا الكود وفلترنا، لكن بقى عندنا هذا الستراكشر الغريب اللي هو بهذا الشكل. هذا لا هو function ولا هو شنو ولا هو منو منين اجى وشنو اسمه وشلون احنا نسوي مثله. يعني نشوف انه كود جدا مختصر شلون صار. طيب هذا راح تعرفون عليه بالدروس القادمة ان شاء الله. هنا انتهى هذا الفيديو، شكرا للمشاهدة.